بس انا زعلان واخد على خاطري منك قوي يا حمدي بيه. الله 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 الله، خير يا عبد الحميد بيه؟ اجلة زي اللي كلتوها دي يا اخي كنت عزمتوني عليها. يا سيدي مرحوه ان شاء الله. الله 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 الله، ده انا بضحك معاك يا راجل برضه، يا راجل ده انت ابو الكرم كله. قول لي بقى ايه اخبار الشغل؟ شغل 100 فل و14. الصفقة ايه عملت 250,000 جنيه، مش 200,000. ونصيبك محفوظ فيها يا عم. مش ده المهم، المهم بقى الصفقة اللي انا محضرها لك ده مكسبها ما يقلش عن الصفقة اللي فاتت مرتين. حلاوتك حلاوتك يا ابو الناسك. وعشان خاطر السحر يا سيدي، مكسب اي صفقة انا مش هاخد منه اي حاجة. معقولة يا حمدي بيه؟ الله، وانا برجع في كلامي برضو يا راجل، انت مش جربتني في صفقتين قبل كده؟ يا سلام، هو ده الناس اللي شرف يا ابدع راجل في الدنيا. الاغراء عبد الحميد بيه. خير اللهم اجعله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا عبد الحميد بيه؟ خير. ابو الامجاد، ابو الامجاد راجع بعد يومين من الدكتوراه. معقوله؟ ألف حمد لله على سلامته. ألو جون، جود ايفنينج، وود بليز يجيب لي حسن. أي حسن، مساء الخير. بقول لك يا أبو علي، مجدي بعت تلغراف قال إنه جاي كمان يومين. عملت اللي قلت لك عليه؟ أي تمام، عايزك توصله بنفسك لغاية المطار. مع السلامة. خير يا حلاوه. اهلا، ازيك يا عاطف؟ صدق بالله احسن حاجه عملها الحاج بيومي انه سكنك هنا. اصل انا بقى عايز اقول لك الصراحه، انت بقى دخلت نافوخ القلب للقلب يا ايمن. طب خد بقى الاحسن الصنف ده اللي بيضرب في النافوخ. تعيش يا ابو الكرامات. بقول لك ايه، جمايلك سابقه عليا. امسك امسك خد. ايه دي يا عاطف؟ هجره؟ لا يا عم، ده بيقولوا عليها كلام كبير قوي في الاذاعه وفي التلفزيون. انت بتصدق كلام الفارغ ده؟ ما انا قدامك وهو بشد بقالي 10 سنين ولا جراليش حاجه. لكن يا دي عطوه، دي مهرها غالي قوي. ده كلام جرايد يا راجل، بس الحق يتقال. الشمة اللي معاك دي هي شهدك، وهتحس انك طاير في السماء. شد يا حبيبي شد. يا حلاوة، شد قوي، هدأ قوي. يا حلاوتك في الابيض، الابيض يا ابن الابيض.